عجليتا ايه ده؟ عجليتا عجليتا يا اخوان مفيش نو عجليتا دول بنجام على السجية النصيحة في لسانه بالنية عجليتا 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 الحقيقة سمحة إلا إن عجليتا مرة عجليتا عجليتا عامل فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني عجليتا 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 يا أخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني عجليتا يا عجليتا 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 ما في زور راجل يا ولدي ده انا عامله لاولادي شراغه ما تقدر تفتش لها شغل طيب ما تعمل الاكل وبعدين تمشي تفتش الشغل تعملوا بشنو يا ولدي البيت بقى فاضي خلا لا ثلاجه لا غساله لا تلفزيون ولا سراير وابوهم وين ابوهم في السجن قاعد له 4 سنة ويبغى الحين السداد يا ولادك بالراحه خليهم يا لكن كده عبد الغفار ده كم مشيت اليه ما بتنازل والله مشيت له اكثر من 10 مرات بس انه تطلعي بعيناته الكبار تقول له لي داير حقي. بابا الناس عليك سؤال. انت مبارك ده. ال 200,000 وداه يمين. 200 شنو؟ العربية الباعنة ب 200 لما فكها جابت له 70 ولا 80 جابت لي شنو؟ والله يا عقليته طيب خلاص. يعني ده عبد الغفار يطلع بتوكل من السجن يا اخي اسمعني عبد الغفار ده نص الحيله دي من داخل السجن هيلاك هيلاك هسه يعني عبد الغفار ده استفاد شنو؟ متوكل ده اسع له 4 سنة قاعد كان عنده مكان دفع ومن الاول من الاول ربطوا معه شنو؟ والله هو كان جيت للحق متوكل غلطان لكن ده ما معنى واخونا نسكت نتفرج ساكت كده الحكايه لعبد الغفار دي مشكلته هو لو ما قادر المدخل السوق شنو؟ الرحمه برضه حلوه يا اخي الرحمه في 5,000 6,000 لكن في 200,000 ليه؟ والله يا اخي انا بس داري اعرف فهمك شنو يعني تبيع لي زول عربيه ب 200,000 يكسرها قدامك ب 80 يا زول اساله هو ما تسالنا انا انت ذاتك مشترك في الجريمه عقليتك بالراحه بالراحه يا اخي بالراحه هسه دي لو متوكل دفع برضه خسران 4 سنة من عمره يا اخي انا ذاتي ما قروشي قيمتها قلت مهما كان برضو انت ربحان معلش يا شباب انا شغال انا بالمناسبه قلت جايني بورق بيت بشيك مفتوح بمقايطه لكن جايني بحكم فارغه ساي يعني هسه يرضي اولادي يكونوا مشردين كده ويخلوا المدارس وامه تطلع من الصباح تجيب الليل والحال ده يمر عليهم كده هو اللي بفكر في اولاده ما انا الزيارة انتهت مع السلامة عقليتا يا عقليتا بوديني وين يا اخي ما ممكن يا اخي يا اخي ما كلمتك قلت لك نمشي البنك يا اخي البنك البنك؟ اه نمشي البنك عليه بعد يعني من مشوارنا ده من طريقنا ده اوريه البنك؟ ايوه أرحت يا اخي أرحت. هيا بدي ما بديكم مهلة ثانية؟ اه بصبر لينا 14 ما دفعنا محلولة تعالوا اقعدوا في الصالون بتاعنا ده يا استاذ عقليتا القانون ده اتعمل لحمايه الشيك كسنه هاي لكن البني ادم اغيم من السند هسه انتوا خليتوا السند اغيم من البني ادم لانه اصله السند في خدمه المواطن فما تخلوا المواطن يكون اقل من السند انا بتفق مع عقليتا وبرضه من حق البنوك تحمي شيكاتها لكن احنا في النهايه عايزين حل وسط تفضلوا
هذا الرجوع. يخش وين؟ خش وين كيف يا اخي؟ خلي قلبك دافي ورحمة شوية، الايام دي ايام مباركة يا اخي. دارت دخولهم لشنو؟ دخولهم لشنو كيف يا اخي؟ يعني انت ما عارف ساجن ابون في السجن 4 سنة، ما اتخجل يا اخي؟ قلت يبقى لحين السداد، هسه قاعدين في بيتهم ما قادرين يدفعوا حق الايجار، سيد البيت الايجار طردهم، قال لهم الثاني ما تقعدوا هنا لانه ما دفعتوا حق الايجار، انا قلت احسن حل اجيبوا انت الحابس ابون في السجن لحين السداد يقعدوا معاك في بيتك ده هنا لحين السداد. يا اخوان في شنو؟ دول بنقام على السجية، النصيحة في لسانه بالنية. الحقيقة سمحة إلا إن عكليتا مرة. عامل فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني. يا اخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي، لو ما عاجبكم خلوني. عكليتا يا عكليتا 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 عكليتا.